ازيكم؟ سنة أولى. النهاردة هنحكي عن قصة الطفل يسوع وهو في الهيكل. زمان يسوع وهو صغير كان عايش في بلد اسمها الناصرة، كان عايش مع مامته اللي هي مريم العذراء ويوسف النجار. كانوا متعودين ان هما كل سنة بيسافروا من الناصرة لبلد تانية اسمها أورشليم علشان يحضروا عيد اسمه عيد الفصح. عيد الفصح ده اللي هو خروج بني إسرائيل من أرض مصر. وزمان لأنه ما كانش فيه وسائل مواصلات، إما كانوا بيركبوا حمار أو جمل، فكان المسافة ما بين البلد لبلد تانية مسافة كبيرة. وفي سنة من السنين مكان بابا يسوع أو الطفل يسوع وهو عنده 12 سنة سافروا من الناصرة لأورشليم علشان زي ما هم متعودين يحضروا عيد الفصح. وصلوا للهيكل علشان يصلوا ويسجدوا ويسبحوا ربنا ويتكلموا مع المعلمين. والطفل يسوع كان متعود ان هو بيحب يقعد مع المعلمين علشان يسمعهم وهم بيتكلموا عن الله ويتعلم منهم. بعد فترة لما جه الوقت ان هم لازم هيرجعوا تاني الناصرة البلد اللي هم كانوا عايشين فيها، اتحركوا من أورشليم علشان يرجعوا الناصرة. وكانت مريم العذراء ويوسف النجار فاكرين انه الطفل يسوع ماشي معاهم او ماشي مع اصحابهم. فجأة اكتشفوا ان هو مش معاهم، قعدوا يدوروا عليه كتير قوي وداخوا عليه كتير قوي لمدة 3 ايام، لدرجة ان هم اضطروا يرجعوا تاني لأورشليم. ووصلوا لغاية الهيكل لقيوا الطفل يسوع قاعد مع المعلمين والكهنة بيتعلم منهم، بيتكلم معاهم، بيسألهم وبيجاوبوه، هم كمان كانوا بيسألوه وبيجاوبهم. وكانوا مستغربين قوي من الحكمة اللي هو كان بيتكلم بيها، ازاي طفل صغير عنده 12 سنة عنده الحكمة اللي بيتكلم بيها دي. اول ما شافته ماما العذراء قالت له ليه عملت فينا كده، احنا خفنا عليك ودخنا عليك، ينفع اللي انت عملته ده؟ قال لها ليه تخافي عليا، انتوا مش عارفين ان انا المفروض ابقى في بيت ابي اللي هو الله. طلبت منه مريم العذراء مامته ان هو يرجع معاهم تاني للناصرة، وسمع كلامهم طفل يسوع ورجع معاهم الناصرة. نتعلم من القصة بتاعت النهاردة ان احنا لازم نطيع ماما وبابا ونسمع كلامهم في كل اللي هما بيقولوه لينا. الآية بتاعت القصة بتقول ايه؟ ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. لازم نسمع كلام بابا وماما وننفذ اللي هما بيقولوه. دي كانت قصة النهاردة.